ينضم لي في هذه اللحظات رئيس القسم الرياضي في صحيفة عكاظ الأستاذ عادل النجار. حياك الله أستاذ عادل. أهلا حبيبي سامر وبالأخوة المستمعين. حياك الله ومنورنا اليوم على إذاعة مكس اف ام. تسلم حبيبي. تسلم. الله يسلمك أستاذ عادل. الجولة الخامسة في مباريات دوري أبطال آسيا، مشاركة الأندية السعودية، كيف تصف المشاركة السعودية حتى الآن من الأندية؟ يمكن الاتحاد هو اللي فارق يعني عن باقي الأندية. نعم طبعا الثلاث الفرق السعودية الاتحاد والهلال والأهلي لحد الآن هم اجتازوا مرحلة جدا متقدمة في دوري أبطال آسيا. الأهلي يتصدر مجموعته، الهلال وصيف برضه في مجموعته. في فرص متاحة للفرق السعودية أن تتأهل للدور الثاني من البطولة، يعني وحتى في أكثر من يعني فرصة ممكن يلعب فيها نادي الهلال حتى يوصل للدور الثاني. بس نحن نتمنى إن الدور الثاني ما نشوف أي مواجهة سعودية سعودية. نحن نتمنى ثلاثة الفرق يوصلوا لدور الأربعة حتى يكون عندنا حظوظ أكبر في تحقيق اللقب بصراحة. يعني أستاذ عادل ودنا إحنا نتجنب اللي صار الموسم الماضي بين الهلال والاتحاد في دور 16، لكن حتى الآن المؤشرات تقول أنه ممكن يعاد نفس السيناريو أن الهلال والاتحاد يلعبون في دور 16. تتوقع أستاذ عادل حسب ما رأيته أنت من مستويات لنادي الهلال ممكن أنه يتجاوز بيروزي الإيراني هناك في ملعب الزادي في إيران؟ والله الهلال صحيح في الثمانية مباريات في الدوري أو في المسابقات المحلية ما هو الهلال اللي معروف على مستوى القارة والمستوى المحلي، لكن أكيد في ظروف خارجية أو فنية قد تحدث في المباريات. يعني حتى فريق بيروزي مو ذاك الفريق اللي ممكن إنه يعني إنه يقدر يفوز على الهلال بكل سهولة. بالعكس أنا أشوف إنه فريق بيروزي ما مو ذاك الفريق القوي، والهلال يقدر يحقق معه نتيجة إيجابية حتى لو كان على أرضه أمام جماهيره. خد على ذلك إنه الهلال مباراته الأخيرة حتكون في الرياض أمام الشباب الإماراتي، هذه فرصة أكبر إنه يعزز حظوظه في صدارة المجموعة عكس بيروزي حيلعب أمام الغرافة آخر مباراة وخارج أرضه. فريق الغرافة فريق قوي ممكن يعمل مفاجأة أو يطلع بيروزي أو يحرمه على الأقل صدارة المجموعة. فإحنا نتمنى إنه الهلال بكرة إنه يخرج على أقل تقدير بالتعادل إذا لم يحقق الفوز. نحن نتمنى إنه الهلال يفوز في المباراة هذه ويفرق فارق نقطة عن بيروزي 9 نقاط، بيروزي حيرجع لثمان نقاط. ومباراته الأخيرة اللي حتكون في الرياض إن شاء الله نقول إنها 90% تكون هلالية يصير ضمن الصدارة، بذلك يكون تجاوز مواجهة الاتحاد في الدور الثاني. طيب أستاذ عادل النجار من الهلال نروح للأهلي. الأهلي راح يلعب مع الأخوي القطري هنا في جدة. الأهلي هو في الصدارة الآن بـ7 نقاط، ويلي سبهان أصفهان بـ7 نقاط، والأخوية بـ6 نقاط، بعدين النصر الإماراتي في مؤخرة الترتيب بـ3 نقاط. يعني شوف ثلاثة فرق قريبة من بعض، الأهلي وسبهان والأخوية. يعني تتوقع الأهلي الآن في أفضل حالاته، نشوف أنه ممكن يتجاوز الأخوية بكل سهولة في هذه المباراة. والله المباراة الأهلي والأخوية يعني تقريبا شبه متكافئة بحكم إنه يعني صفوف الفريقين تقريبا مكتملة. صحيح عماد الحاسني قد يغيب عن لقاء الغد، لكن هناك بدائل جيدة في الفريق الأهلاوي. الفريق الأهلاوي السنة هذه فريق متطور، يجيد اللعب بأكثر من طريقة، يجيد اللعب بالأسلوب الجماعي، ما يعتمد على شخص معين في 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 في, في مبارياته. هناك التكتيك من مباراة لمباراة يختلف تماما. فأعتقد أن مدرب جارولين مدرب الأهلي قرأ جيدا الأخوية ويعني يبحث عن النقاط الثلاث حتى يعني يضمن تأهله، لأنه المجموعة الثلاثة فرق لا زالت تنافس على بطاقة أي الصعود، وهذا يعني صعب من يصعب حدة التركيز اللاعبين في المباراة على الثلاث الفرق وليس الفريق الأهلي فقط. فأعتقد أن المباراة متكافحة حتكون شيقة، والحسم حيكون في يد جماهير الأهلي. متى ما حضرت الجماهير الأهلاوية الملعب وقامت بدورها كامل كما شاهدنا في المباريات السابقة، صدقني حيكون الأهلي في يد الحسم وفي يد النقاط الثلاث.
إن شاء الله بمشيئة الله. طيب على الطرف الآخر نادي الاتحاد أو الممثل الآخر للكرة السعودية الاتحاد، يمكن نشوف أن الأستاذ عادل النجار أن الأندية السعودية دائما تحب أنها تبتعد عن المشاركات خاصة مع الأندية اللي تلعب في إيران أو أوزبكستان، لأن مجرد السفر لمثل هذه الدول متعب نفسيا ومتعب حتى في التنقل يعني في الذهاب والعودة. الآن الاتحاد بيروح يلعب مع بختكور في أوزبكستان مثل ما قلنا عن الهلال مع بيروزي، كيف نشوف أو تقرأ وضع الاتحاد مع بختكور هناك في أوزبكستان؟ الاتحاد طبعا بعد خروجه في البطولات المحلية الآن أعتقد أنه نفسيا مهيئ للمشاركة الآسيوية، عنده تركيز يعني عنده تركيز معين على البطولة الآسيوية. الآن الاتحاد كل اللي يحتاجه من المباراتين نقطة حتى يضمن التأهل، ما يحتاج أكثر من كذا. لكن الاتحاد الآن يطمح في صدارة، في صدارة مجموعة حتى أن تقام مباراة دور الثمانية على أرضه، وهذه يحتاج الميزة في متصدري المجموعات. الاتحاد الآن يعني من تشكيلة الاتحاد أو من التدريبات الأخيرة للفريق الاتحادي إنه يبحث على النقاط الثلاث في طاشكند وليس على النقطة الواحدة، حتى إنه يضمن إنه يلعب على أرضه وبين جمهوره ليكمل المشوار لدور الأربعة ولنهاية البطولة. صحيح الاتحاد ما ظهر في السنة هذه بمستوى جيد، لكن في المستوى البطولات المحلية، لكن خارجيا في البطولة الآسيوية بالذات كان جدا ممتاز. فنحن نتمنى للاتحاد انه يكمل مشواره بشكل جيد وبعد دور الثمانية يصحح اوضاع فريقه بجلب لاعبين اجانب، يسد ثغراته في اللاعبين المحليين باستقطاب لاعبين محليين حتى يقدر الاتحاد ينافس على اللقب الآسيوي اللي احنا تعودنا عليه تحقيقه مع نادي الاتحاد. طيب سيد عادل استغل تواجدك معي بالنسبة، خلينا نروح شوي لكأس الملك للأبطال. الآن تأهل نادي النصر، هل تعتبره مفاجأة أو تعتبره شيء طبيعي بعد أن حصل الشباب على بطولة الدوري كأس دوري زين، أصبح فيه ارتخاء وإلى الآن نادي الشباب يعيش أفراح بطولة الدوري اللي أثرت عليه في كأس الملك؟ والله شوف، هي علم التدريب وعلم الأحمال التدريبية أنه الشباب كان يعني كان هدفه بطولة الدوري بشكل واضح، وحتى البرامج التدريبية اللي كان يشرف عليها المدرب بوردوم في الفترة من بداية الموسم لحد ما حقق الدوري اللقب الدوري في قطاعات أمام الأهلي في جدة كان واضح أنه تركيزهم على بطولة الدوري. أي لاعب على مستوى العالم متى ما وصل القمة، قمة المستوى وعطاءه، فطبيعي أنه يكون هناك نزول في دروب يكون طبيعي. فمباراة الشباب والأهلي اللي قيمت في جدة استنزفت كل قوى اللاعبية الشباب وهذا أمر طبيعي. فالنصر بصراحة ما كان مفاجئ لنا، كان هناك عمل جبار، عمل بصمت يعمله المدرب الماترونا مع نادي النصر، لكن كان يتحين الفرصة لترجمة هذا العمل إلى نتائج إيجابية. متى ما وجد الفرصة ووجد التجانس بين اللاعبين داخل الملعب طبيعي النصر حقق النتيجة إيجابية وخرج بفوز ذهاب وإياب وعلى مين؟ على بطل دوري زين. فالقائمين من نادي النصر ما يعتبر انه فوز النصر على الشباب كان مفاجأة، بالعكس كان هناك تلمس او كان هناك بسيط في امل انه النصر كان يقدر يفوز على الشباب في ظل هبوط نادي الشباب، مستوى نادي الشباب. طيب النتيجة كانت طبيعية للنصر. نقول مبروك للنصر التأهل، نقول هارد لك للشباب، قدمتم كل ما عليكم، ومو لازم انه الشباب يحقق كل البطولات. صحيح. كفاية بطولة الدوري اعتقد انه مرة ممتاز بالنسبة لهم. طيب استاذ عادل يعني باختصار لو اسألك مثلا هلال واهلي وعلى الطرف الاخر النصر مع الفريق الفائز والمتأهل من الفتح والاتفاق، من تتوقع في نهائي كاس الملك هذا الموسم؟ والله انا اللي اتوقع انه حيكون بطل جديد.
يعني كل الترشيحات كانت تنصب بين الأهلي والشباب. لكن الآن بطل الدوري طلع من المسابقة. الهلال والأهلي مباراة مفصلية، يعني مباراة جدا مهمة وحتكون قمة الكرة السعودية. يعني أنا لا أتوقع أنه حيكون يعني بطل جديد ما لأول مرة يحقق الكأس، يعني يا نصر أو هلال أو الفتح يا أو نصر الاتفاق. أو متأهل من الفتح والاتفاق. يعطيك العافية أستاذ عادل، الله عافية. شكرا لك لتواجدك معنا. شكرا، يعطيك شكرا العافية. شكرا لك. كان معنا الأستاذ عادل نجار رئيس القسم الرياضي في صحيفة عكاظ.